جماهير نادي الزمالك بعد ما ضغطت على حسين لبيب انه ما يلعبش ماتش الاهلي بعد ما وافق ورجع تاني غير رايه في نفس اليوم، هم اللي قالوا لو لعبت كليوباترا سيراميكا كليوباترا الماتش امبارح مش هنيجي للمدرجات ومش هنشجع النادي، كمل انسحابك. ما سمعش الكلام المره دي ولعب ماتش سيراميكا كليوباترا، والمدرجات امبارح كانت خاويه على عروشه، نفذوا كلامهم. تحيه تقدير واحترام للناس دي. النادي اللي يسمح للجماهير او السوشيال ميديا مع كل التقدير والاحترام لاي مشجع للنادي بتاعه ان هو يتحكم في قرارات مجلس الاداره او رئيس النادي، قابل يا معلم هتفضل كده على طول، سواء مره بالسلب او مره بالايجاب. عشان كده اللي اتاكد امبارح من لعب مباراه سيراميكا كليوباترا مع الزمالك اللي كسبوها 4-2 بيأكد ان انت مفيش ولا مطلب من المطالب اللي انت طلبتها اتحقق، ورغم ذلك كملت ماتش الدوري. يبقى انت اللي بتفتح معايا دايما باب الزنون، ان القصه كلها مش قصه موقف عشان تعدل بالمنظومه، ده قصه قرار عشوائي في مرحله مش مفهومه هتفضل تدفع ثمن الفتره اللي جايه غير النقاط اللي انت خسرتها. طيب اللي حصل من حسين لبيب ومجلس الاداره من غير ما حد يزعل عباره عن فيلم صرخه نمله بتاع عمرو عبد الجليل، عارف انت اللي هي ايه، نمله بتصرخ عيش نمله تاكل سكر. تعملت الموقف دوت وخسرت النادي الاهلي 70,000 دولار بتوع الحكم والشركه المتحده والرعاه، وان الماتش الدوري كله بيستنى الماتش دوت، والدول العربيه كلها نكدت على الناس كلها ان الماتش بيبقى كويس وما لعبتش. والسؤال ده بقى غير من الامر ايه؟ غير من ترتيب الدوري ايه؟ غير من وضعك انت ايه؟ والله العظيم ولا اي حاجه. الزمالكاويين نفسهم منشقين في فكره انه كان صح ولا غلط ان هم ما يلعبوش ماتش الاهلي يعني. فاعتقد ان، وعلى فكره كمان في المؤجلات لسه مكمله يعني، الجدول اللي كان معد سلفا المفروض لو انت بتعترض على عامر حسين ترتيب ماتش سيراميكا امبارح مش هو اللي المفروض انت تلعبه في اللي انت كنت طالبه تغيره يعني. فوالله العظيم عشوائية ما بعدها عشوائية، الدنيا كلها بتضحك علينا. احنا خلينا الدوري بتاعنا يعني من أسوأ الدوريات في الدنيا لما يبقى نوادي القمة، لان قبل كده برضو الاهلي انسحب عشان ما حدش يقول اصل الزمالك اللي عمل كده، بيعملوا كده ما مستني ايه من بقية الاندية. يا ترى المنظومة الرياضية هتتعدل ولا لا؟ ويا ترى نادي الزمالك عشان يخرج من ازماته المالية ويقدر يشارك افريقيا في القضايا اللي عليه والمديونيات الكبيرة قوي اللي عليه، هيبيع زيزو فعلا عشان يسدد مديونياته ولا مش هيبيع زيزو ويحل الازمه بتاعته؟ ويا ترى الجماهير هتبقى هي اللي بتحكم في الفتره الجايه والسوشيال ميديا لردوخ مجلس الاداره ليها، ولا مجلس الاداره اللي كلنا توقعنا له خير هو اللي هيبدا يكمل بقراراته هو بعيد عن ضغط الاعلامي او ضغط السوشيال ميديا؟ ده كله هيبان الفتره اللي جايه. على اي حال وكأن شيئا لم يكن، ولا في حاجة اتغيرت ولا هتتغير، واللي هيكون هيكون بعد تغيير الحكومة والوزير، ونشوف الفترة الجاية تصفر عن ايه.